ثلاثة طلاب صينيين في السجن بسبب الخطف والاعتداء على الطالبة. تم اتهام ثلاثة طلاب صينيين بارتكاب جريمة الخطف والاعتداء على طالبة أخرى صينية تدرس في إحدى الثانويات، حيث أن كل من الضحية كاليفورنيا والجنات هم من أطفال المظلة، وهو اسم يرمز للطلاب الأسيويين الذين يدرسون في الولايات المتحدة ضمن برنامج تبادل طلابي بين الصين وأمريكا. تم استدراج الفتاة من خلال دعوة لتناول المثلجات، وعندما حضرت قام الطلاب بالهجوم عليها ثم اقتادوها إلى حديقة المجاورة، حيث تعرضت لاعتداء عنيف، حيث تعرضت للصفع والركل مئات المرات في الكعب العالي، كما وقاموا بعدها بخلع ثيابها وإطفاء عقاب السجائر لثدييها. وورد أن المتهم الذكر جلب مقصا واستخدمه لقص شعر الضحية، ثم أجبروها على أكل خصلة من شعرها. شهدت الضحية ضد المعتدين في المحكمة، وألقي القبض على عدد من مشتبه بهم على علاقة بالاعتداء. من بين الجنات اثنان بعمر الأحداث، بينما فرى مشتبه به مع آخرين من البلاد قبل إلقاء القبض عليهم. وسوف يتم سجن الأولاد الثلاثة لممارسة سلوك العصابات، كما وتم إجراء تسوية قانونية بخصوص تهمة التعذيب، وحكم على يونياو تشاي بالسجن 13 عاما بتهمة الخطف والاعتداء وإلحاق أذى جسدي كبير. تلقى يونهان يانغ حكما بالسجن لمدة 10 سنوات لنفس التهم، وشانلي تشانغ لست سنوات في السجن بتهمة المشاركة في الضرب الوحشي.